آسر حسين زميلنا المحلل الرياضي والفني. آسر، كلمنا بقى عن اللقب الذي أحرزه صلاح في هذه المباراة التاريخية اللي الريدز كسبوا فيها مانشستر يونايتد 7-0. مساء الفل على حضرتك يا استاذ لميس وعلى كل جمهورك. طبعا ليله مصريه بامتياز، يعني الملك المصري النهارده لا يتوقف عن كتابه التاريخ. يمكن جايز، انا شفت عنوانه الصحف الانجليزيه قبل ما اخش مع حضرتك، كله بيتكلم عن انه جايز لا يكون موسم ليفربول الموسم ده، لكنه بالتاكيد يوم ليفربول. سباعيه تاريخيا، اول مره مانشستر يونايتد يخسر 7-0 في الدوري، بطوله الدوري الانجليزي، على ايد صلاح ورفاقه. النهارده طبعا ارقام كثيره جدا نكتبها. انا سمعت حضرتك بتتكلمي على تخطي محمد صلاح طبعا برقم الاسطوري، انه عدى روبي فاولر الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الانجليزي بعد مباريات. انا عايز اقول لحضرتك روبي فاولر حقق الكلام ده في 266 مباراه، حقق فيهم 128 هدف. النهارده محمد صلاح بيسجل 129 هدف بعد خوضه 205 مباراه، اي ب 61 مباراه اقل يا استاذ الميسا، بالتالي كتابه التاريخ على كل الاصعده. مساله يعني تشييد تمثال محمد صلاح على باب الانفيلد معقل ليفربول مساله وقت. اسطوره حيه مصريه كل يوم بتخلينا نفخر زياده، وبالتالي محمد صلاح بياكد مقوله الارقام وضعت لتكسر، يعني كل رقم اتحط قبل ما يتعاقد مع ليفربول محمد صلاح بيكسره. افكر الناس، افكر حضرتك بتصريحه قبل يومين من مباراه اليوم في امام مانشستر يونايتد، نتكلم بيقولوا له انت خلاص على بعد هدفين من انك تتخطى روبي فاولر. قال لهم انا افتكر اول موسم ليا لما سجلت 44 هدف في كل المناسبات في كل البطولات، واتقال وان سيزون وندر، او ده موسم استثنائي، اللاعب محمد صلاح يعني هو ميديوكر او مش هيبقى نجم كبير، وبالتالي استمر على مدار المواسم كلها يحقق اكثر من 20 هدف. قال انا لما شفت الرقم ده في اول موسم مع ليفربول وبصيت على رقم روبي فاولر قلت ده الرقم اللي عايز اكسره. النهارده بعد حوالي 6 مواسم في ليفربول محمد صلاح بيكسر رقم نتيجه طبعا تالقه وعمله الشاط والجاب مع ليفربول.